بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. احنا في شهر جميل، شهر الرحمة والمغفرة، وشهر العتق من النار، وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر. احنا عايزين نستعد لهذه الليلة، ورغم ان كل يوم ربنا بيعتق فيه رقاب من النار، ولكن احنا عايزين نتكلم على رب العالمين. محل نظر ربنا لينا هو القلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال تعالى في كتابه العزيز: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب أخبرنا إيه بقى في رمضان؟ القلب السليم إيه أخباره وإيه الصفات اللي بتطلع عشان نقول إحنا ربنا من علينا بهذا القلب السليم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يعني رب العالمين بيقول لنا ان يوم القيامة اللي هيخش الجنة ان شاء الله اللي قلبه سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ده ان شاء الله يبقى قلبه سليم. بس هل هو ده كفاية؟ لا، ده الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يسألوا سيدنا عبد الله بن مسعود: كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال لهم حاجة أكتر من رائعة، قال لهم: كان لا يجرؤ أحد من الصحابة أن يدخل رمضان وفي قلبي شيء لأحد. يعني بينام بالليل هو مستريح، مفيش أي ضغينة لأي حد ليه. طب هل كفاية هذه سلامة الصدر؟ لا، عندنا كمان الرحمة والعفو والتسامح. يا ترى أخبرنا إيه دلوقتي في العفو والتسامح؟ يا ترى في شحناء بيننا وبين بعض؟ يا ترى في لسه قطيعة رحم؟ يا ترى لسه في حد زعلان من حد أو مش قادر يعفو عنه ويغفر ويرحمه؟ رب العالمين قال لنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رب العالمين لما أرسل رسولنا أرسله بالرحمة، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة ربنا خلت رسولنا صلى الله عليه وسلم ألين الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان اللين حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. يا رب نكون من ألين الناس. كمان سبحان الله ربنا قال لنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا جماعة الأجر على رب العالمين، إحنا ما نعرفش الثواب قد إيه، يبقى إحنا عايزين نعفو عن الناس. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. عايز ربنا يعفو عنك هتعفو عن الناس، عايز ربنا يسامحك هسامح الناس، عايز ربنا يرحمك هترحم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: الرحيمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة، الرحمة بنفسك، الرحمة بأهلك، الرحمة ببيتك، الرحمة بأزواج، الرحمة بكل مخلوقات الله. كمان سبحان الله رب العالمين لما قال لنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لو أنت قابلت السيئة بالحسنة رب العالمين هيكرمك بإيه؟ لو أنت صبرت هتصبر. يبقى إيه بقى جزاء الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكمان وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظك عند رب العالمين كبير قوي قوي. الحاجة كمان عشان يبقى قلبي سليم لازم يبقى قلبي مطمئن. رب العالمين في كتابه العزيز قال لنا في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طب يا جماعة أنا بقرأ القرآن، إحنا في شهر الصيام، شهر رمضان، شهر القرآن، يعني عندنا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. كمان ولا ذكر الله أكبر. أفضل الذكر يا جماعة هو القرآن الكريم، ولكن في ذكر كمان كتير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة. فيعني يبقى احنا ميزاننا يا رب يكون في ميزان حسناتنا كل هذه الصدقات. كمان في حاجة أخيرة قبل ما ننهي اللقاء، يا رب يكون قلبنا وجل. في سورة المؤمنون رب العالمين قال لنا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون،
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ثم يخافون من الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخشون ألا يتقبل الله منهم. يا رب يتقبل الله منا، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ويعني أتمنى أن احنا نأدب نفسنا ونأدب قلبنا عشان ربنا يقابلنا، ينظر إلينا نظرة رحمة ونظرة محبة، وإن شاء الله ننال سعادة الدارين. وأشكركم على حسن الاستماع.